أهلا بكم في الفقرة الأخيرة في حصاد الأبطال. لما دولاب بطولات النادي الأهلي وتاريخ بطولات النادي الأهلي مفتوح لكم البطولات لسه على مر التاريخ، كم بطولات وعدد لا حصر له. لما نقعد قدام كابتن النادي الأهلي ودولاب بطولات تاني مختلف داخل بطولات النادي الأهلي، لازم نقول كابتن نهلة سامح كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر معانا في الفقرة. كابتن نهلة منورانا ومشرفانا. ده انا حضرتك يا كابتن. كام بطولة في النادي الأهلي؟ درجة أولى بس 47 غير بطولات الناشئات والشابات ما شاء الله منطقة القاهرة. ما شاء الله 47 بطولة، دولاب كبير لوحده. فكابتن نهلة هتحكي معانا على 47 بطولة، هنقعد سنين كتيرة نحكي عليهم. بس أكيد داخل بطولات النادي الأهلي كانت في بطولة مهمة جدا لنهلة سامح. هي طبعا كان بالنسبه لي اول بطوله افريقيه حصلت عليها مع النادي الاهلي، طبعا دي كان ليها مكانه خاصه عندي، يعني كانت مقامه في كينيا وانا كنت ساعتها يمكن كان بقالي 4 سنين او 4 سنين 5 سنين بس في الدرجه الاولى وشاركت فيها بشكل اساسي، كنت من اللعيبه الاساسي وانا لعيبه مصعده اصلا، يعني كنت ساعتها لسه لعيبه تحت 18 سنه كنت مصعده ولعبت البطولة دي بشكل أساسي وأديت بشكل كويس جدا وقدرنا نفوز بالبطولة دي كانت مقاومة في كينيا كانت 2009. فدي من أقرب البطولات ليا عشان أول ميدالية يعني أول كأس أفريقيا نكسبه مع النادي الأهلي درجة أولى. يعني 47 بطولة نهلة سامح غير الألقاب الشخصية. تمام. كام لقب شخصي؟ مش عارفة العدد بالظبط بس أنا ممكن أقولهم، يعني في كاسين أحسن استقبال في أفريقيا، في أحسن لعيبة في أفريقيا، في افضل ضريبه في افريقيا وافضل دفاع في افريقيا وافضل ضريبه في العرب. وارسال؟ الارسال لا ما ليش معنى الارسال؟ فلت مني ده. ما شاء الله، يعني نهله فعلا كوكتيل بطولات وكوكتيل ميداليات كبير جدا جدا جدا. 2004 اول سنه نهله سامح دخلت الدرجه الاولى، لكن هي دخلت الدرجه الاولى او لعبت النادي الاهلي سنه 98. تمام. بدانا 98 ودخلنا ملعب الفولي، وصلنا ملعب الفولي ازاي؟ طبعا عن طريق اخويا واختي، هما كانوا لعيبه طايره، كانوا الحمد لله لعيبه مميزين جدا في سنهم، فانا كنت حابه ان انا اطلع زيهم يعني. وطبعا والدي ووالدتي محبين جدا للرياضه وكانوا بيمارسوا رياضه فحبوا ان احنا. لا ما تاخدنيش سريعة، ما تجريش بيا، الحلقه دي حلقه هاديه جدا، ما تجريش بيا. والدي كان بيمارس كره سله ووالدتي برضه يعني كانت طبعا، بس طبعا لعبه ممكن جامعات وكده كان كره يد. مهم قوي كره اليد، انت عارفه بالظبط. طبعا طبعا الاساس الهاندبول. طبعا. بس ازاي الكوكتيل حصل باسكت وهاندبول وطلعتوا كلكم فولي؟ طلعنا طايره. ازاي؟ كان برضو دايما يعني دايما كانوا بيجتمعوا مع اصدقائهم عامه، هم كانوا محبين جدا للرياضه وكانوا بيلعبوا مع بعض طايره، يعني اللي هو لما بيتجمعوا مثلا مش بيلعبوا كوره او كده بيلعبوا طايره. دي حقيقه. فاحنا يعني لما طلعنا حبينا الكوره الطايره وانا مشيت بقى على خطى اخواتي يعني. مشيت على خطى اخواتك، شريهان ولا احمد؟ الاثنين في ساعتها كانوا لاعبين مميزين. لما